تنتهي مباراة ألمانيا وإسبانيا بتعادل إيجابي يخلط أوراق المجموعة الخامسة. حناخذ آراء الجمهور بعد المباراة وتوقعات التأهل. شو رأيك بالمباراة وتوقعات التأهل؟ بصراحة مباراة قوية من الطرفين، يعني المنتخب الإسباني معروف بقوته استحواذه على الكرة، ولكن المنتخب الألماني بصراحة ضيع التأهل اليوم أو الصدارة فينا نقول. توقعاتي للتأهل بتوقع صدارة المجموعة إسبانيا والثاني ألمانيا بفوز إسبانيا على اليابان وفوز ألمانيا على كوستاريكا بنتيجة جيدة. توقعنا المباراة تكون قوية بحيث أنها أقوى مباراة دوري المجموعات، والحمد لله يعني قدموا أداء متوسط مو متوقع، لكن الحمد لله جت التعادل وبإذن الله المجموعة راح تكون قوية، بعد أي انتصار المجموعة الجاية راح يشعل المباريات أو الدورة الجاية راح تكون حماسية بإذن الله.